السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. إلى هذه أول مرة تزوروا القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة مع الضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. اليوم ما جبت لكم وصفة رائعة لكيكة الشوكولا بكريمة الزبدة. راح نقدم لكم الآن المقادير بالنسبة لطريقة تحضير الكيكة، من بعد راح نعطيكم باقي المقادير مع كل مرحلة. إذا بالنسبة للوصفة تاع كريمة الزبدة راح تلقاوها أسفل الفيديو في صندوق الوصف، تلقاو الرابط اللي راح تدخلوا من خلاله باش تشوفوا كريمة الزبدة اللي كنت عملتها من قبل مرتين. مرة درتها بكريمة الزبدة بذوق الشوكولا، والكريمة الثانية اللي درتها بذوق الفانيلا. إذا راح نحط لكم الروابط في زوج أسفل في صندوق الوصف، وانتم اللي تخيروا الذوق اللي راكو حابين تخدموا به، لك حابين تخدموا بكريمة الزبدة تاع الفانيلا ولا تاع الشوكولا. بالنسبة للمقادير تاع الوصفة تاع الكيك، عندي هنايا 4 بيضات على حرارة الغرفة، عندي هنايا 10 ملاعق تاع السكر العادي، وعندي 10 ملاعق تاع الفارينة، وعندي هنايا 2 ملاعق تاع الكاكاو، بودرة الكاكاو بودرة الشوكولا، وعندي هنايا 10 غرامات تاع خميرة كيميائية. راح نبدأ على بركة الله. بسم الله. اللي ما عندهاش البيتخا تقدر تستعمل الباطي ولا تستعملوا لوفوي، المضرب اليدوي يرجع دائما حسب الامكانيات تاعكم. اولا نكسر البيض في البيتخا تاعي، لا كيما راكم تلاحظوا هنا حطيت البيض قبل ما نبدا نخلطه، لانه راح نخلط البيض مع السكر مع بعض. إذا ناخذ ملعقة تكون حجم تاعها كبير، ونبدا نكيل السكر. إذا هنا كما راكم تلاحظوا الملعقة الأولى، هذه الملعقة الثانية، الملعقة الثالثة، الرابعة، الخامسة، الملعقة السادسة، وهذه 7، وهذه 8، وهذه 9، وهذه الملعقة العاشرة. نبدأ نخلط مليح حتى تحصلوا على قوام كريمي، تشوفوا أنه البيض تاعكم تحول إلى اللون الأبيض. إذا كما راكم تلاحظوا هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. الآن راح نضيف الخميرة الكيميائية 10 غرامات، نضيف كذلك بودرة الكاكاو بودرة الشوكولا، ننخلها مليح، نحرك مليح. دان كما راكم تلاحظوا هذا هو القوام اللي نتحصل عليه، قوام كريمي. الآن نروح مباشرة نحط الفارينة، تبعوا فقط النصائح. انا كي نبدا ونحط الفارينه نبدا نخلط بسرعه تكون خفيفه بزاف باش ما نهبطش هذاك البيض، يعني ما نديرش السرعه تكون قويه، نديرها في الاول كامل. اذا هذه الملعقه الاولى نخدم في نفس الوقت نفرغ الفارينه، هذه الاولى، هذه الملعقه الثانيه، الملعقه الثالثه، هذه 4، وهذه ملعقة الخامسة، 6، 7، 8، 9، وهذه ملعقة العاشرة والأخيرة. لأن نخليه يخلط كامل الكمية تاع الفارينة ونرجع فيما بعد نبقاو معنا. هذا هو القوام المتحصل عليه كما راكم تلاحظوا، قوام كريمي، ما تكونش حكمة روحها بزاف وما تكونش خفيفة بزاف.
انا القالب تاعي فيه 25 سنتيمتر، درت له هنايا القاع كامل، درت له غابي كويسون، دهنته مليح بالزبده. الان راح نفرغ المحتوى تاع العجينه في هذا القالب. اذا نفرغ العجينه، بسم الله. شوفوا كيفاش يجي القوام تاعها، يجي رائع. بعد ما عمرت القالب تاعي، الان راح نخبطوها هكذا حتى تهبط كامل وتولي على قوام. نخلوها تريح قبل ما ندخلها للفرن حوالي مدة 10 دقائق. من بعد ندخلها لفرن ساخن 160 ولا 170 درجة، حطوها الفوق كامل ونشعلوا لها من تحت. كي تشوفوا باللي الكيكة تاعكم ندخلوا لداخل عود تاع الأسنان ونشوفوا إلى خرجت سايحة صافي، مازالت ما طابتش، وإلى خرجت ناشفة صافي الكيكة تاعكم طابت. ورايحين تنحيوها لأنه ماشي راح نحمرها من الفوق، فقط يعني تحكم روحها ونحيوها. إذا راح نتلاقاو بعد ما تطيب هاد الكيكة. نروح الآن لطريقة تحضير الشربات اللي هي السيرو اللي راح نشرب بها هاد الكيكة باش تجيني طرية ومشربة. الله الله. إذا هنا في كاسرونة راح نكيل هنايا كاس ونص تاع الماء مع كاس ونص تاع السكر. نبدا بالسكر، هذا الكاس الاول وهذا النصف، وهذا الكاس الاول تاع الماء وهذا النصف. راح نحطه فوق نار يغلي 20 دقيقة ونطفي عليه. قبل ما نطفي عليه نزيدوا له عصرة تاع الليمون. دن نحط السيرو تاعي طيب ونتلاقاو فيما بعد، تبقاو معنا. اذا كيما راكم تلاحظوا الكيكه تاعي هنا راهي طابت. انا هنا راح نفتح، هنا كيما راكم تلاحظوا فتحت النص تاع الفرن ونخليها حتى تبرد تماما هكذا باش ما تهبط لكمش. كيما راكم تلاحظوا هنا راهي طلعت، راهي ما شاء الله. اذا انا نخليها تبرد ونخلي الباب كيما راكم تلاحظوا، الباب كيف راني خليتها، شوفوا نخلي شويه فقط مفتوح ونخليها تبرد تماما ونرجع فيما بعد، تبقاو معنا. اذا هنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما طابت وخليتها بردت لداخل الفرن، الان راح نخرجها من المول تاعها هكذا. شوفوا الحجم تاعها والقوام تاعها رائعه. راح نقلبها فوق السياج هنا، وهذه هي النتيجه نتحصل عليها. شوفوا تجي عالية، تجي ناجحة 100%. الوصفة هذه بزاف ناجحة، دائما نخدم بها. بالنسبة هذه المقادير بالنسبة للناس اللي ما عندهاش الميزان. اذا نخليها تبرد تماما ومن بعد نبدأ نقطعها ونديرو المونتاج مع بعض، بقاو معنا. اذا هنا بعد ما بردت تماما نحيها فوق السياج ونبدا نقطع. بسم الله نقطع بموس المنشار هكذا برفق، راح تجيكم سهلة باش تقطعوها. فقط ملاحظة، خلوها تبرد تماما باش تقطعوها، وكي تخلوها باش تبرد تغطيوها بطرشونة تكون نقية. الطبقة الأولى راح تقطعنا تقريبا على 5 طبقات، يحب يديرها عالية هكذا. إذا نكمل نقطعها كامل ونرجع فيما بعد، بقاو معنا. هنا كيما راكم تلاحظوا هنايا انا درتها على 6 طبقات، هاماك 3 وهادو 3 اخرين. فقط هذيك الطبقه الاولى رقيقه بزاف، راح نديرها لتحت كامل تجي عاليه. وفقط ب4 حبابيض كيما راكم تلاحظوا راح نقدروا نديروا كيكه عاليه وتجي ما شاء الله.
إذا نبدأ الآن بعملية نشرب الكيكة تاعي بالسيرو اللي حضرناه مع بعض. بسم الله، هنا نبدأ نشرب الكيكة تاعي بالسيرو. نكمل نشرب كامل هذه الكيكة ونرجع، بقاو معنا. بعد ما شربت الطبقة الأولى راح نديرها هنايا في المول باش تجيني خدمة نقية وشابة، والكريمة راح تحكم روحها. نزيد نشرب هكذا من طرف هكذا. نجيب الآن طبقة تاع كريمة الزبدة اللي كنا عم حضرناها مع بعض المرة اللي فاتت، ونبدأ نفرش الكريمة برومي كوش فوق هذيك الكيكة هكذا. بعد ما درت الكوش الأولى تاع كريمة الزبدة، الآن راح نضيف الكيك من فوق. نشربه دائما بالسيرو هكذا. بعد ما شربتها الآن راح نزيد نضيف الكوش تاع كريمة الزبدة. ملاحظة فقط، هنا راح ندير خمسة والسادسة راح نزين بها أطراف. إذا نكمل ندير المونتاج تاع الكيكة تاعي كامل ونرجع فيما بعد، بقاو معنا. إذا بعد ما درت الطبقات الخمسة، الآن راح نزين الكريمة الكيكة تاعي بكريمة الزبدة من طرف ومن الفوق هكذا. نطليها مليح ونرجع فيما بعد، بقاو معنا. إذا هنا بعد ما فتت كامل هذيك البيسكوي اللي قعدت لي هذيك الطبقة تاع الجينواز، ضفت لها شوية كاوكاو مطحون. تقدروا تضيفوا لها كاوكاو، تقدروا تخلوه هكذاك يبقى حسب الذوق. من بعد هنا نجيب ونبدأ نرش الكيكة تاعي من فوق هكذا. يعني الكيكه هذه ماشي راح تطلب لكم لوازم كثيره، كما راكم تلاحظوا كيكه بسيطه، حتى التزيين تاعها بسيط. بنكمل نزينها كامل من الطرف، ونتلاقاو ان شاء الله على مائده التقديم، بقاو معنا. اذا كيما راكم تلاحظوا الكيكه تاعي هنا، هذيك الكريمه تاع الزبده اللي بقات لي زينت بها من الفوق، وهنا درت حبيبات تاع الشوكولا. والتزيين يبقى اختياري، انا حبيت نديرها بسيطه كل البساطه للناس اللي ما عندهاش اللوازم باش دير الكيكات للاطفال تاعها. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم نالت الاعجاب تاعكم، وعجبتكم ما تبخلوش علينا بجام، بارطاجوا الفيديو وشاركوا به الاصدقاء تاعكم. هنا كيما راكم تلاحظوا شوفوا العلو تاعها تجي عاليه، تجي ما شاء الله. هنا راح نقسم لكم باش تشوفوا القوام تاع الكيكه تاعنا من الداخل والشكل تاعها الداخلي. اذا كيما راكم تلاحظوا هنا بعد ما قسمت شويه من هذه الكيكه، شوفوا كيفاش يجي الشكل الداخلي تاعها. وهنايا الكيكه تاعي اللي قسمتها تجي بزاف خفيفة وحشيشة. نتمنى الوصفة تاع نهار اليوم نالت الإعجاب تاعكم، وإلا عجبتكم الوصفة متبخلوش علينا بجام، بارطاجيو الفيديو وشاركوا به الأصدقاء تاعكم. راح نتلاقاو في وصفات أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.